بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قولا وأحسن حديثا من قبله. ثم رجله صالحون مصدقون مصدوقون مصدوقون خلاف الذين يقولون عن الناس لا يعلمون. ولهذا قال: مصدوقون مصدوقون خلاف الذين يقولون. فلا عدول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب من النقص والعيب. وهو سبحانه وتعالى قد جمع بما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله هو مضي فيما سبق من الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ومن أين أخذوه واستمدوه. أخذوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا أخذوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله دون غيره من المصادر، دون غيرهما من المصادر؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الله جل وعلا أعلم بنفسه، وأما نحن فنحن لا نعلم عن الله إلا ما علمنا الله سبحانه. لا نعلم عن الله شيئا إلا ما أعلمنا الله به عن نفسه. نعم، نحن نرى الآيات الكونية والآيات القرآنية التي تدل على كماله سبحانه وتعالى وتنزهه عن النقص، ولكن هذا مجمل. أما التفصيل وما يستحقه سبحانه وتعالى على وجه التفصيل وما ينزه عنه على وجه التفصيل، فهذا لا بد فيه من الوحي، لا بد فيه من الوحي النازل من الله جل وعلا، لأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وأعلم بغيره. أما نحن فعلمنا قاصر، علمنا قاصر لا يصل إلى معرفة تفاصيل ما يستحقه الله سبحانه وتعالى ويوصف به ويسمى به وما ينزه عنه، علمنا قاصر عن ذلك. قال سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالله جل وعلا أعلم بغيره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأعلم بنفسه ولا يحيطون به علما، أي لا يدركون ما يستحقه الله جل وعلا من الأسماء والصفات وغير ذلك. الملائكة عليهم السلام يقولون: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الرسل يقولون: سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبت؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه ذاتا وأسماء وصفاتا وما يستحقه من الكمالات وما ينزه عنه جل وعلا، فيجب الاعتماد على ما قاله الله في كتابه. وأيضا الرسل لماذا نعتمد على كلامهم دون غيرهم؟ لأنهم صادقون مصدوقون، صادقون فيما يخبرون به ويبلغونه، لا يزيدون ولا ينقصون، فهم مبلغون عن الله جل وعلا ولا يأتون بشيء من عند أنفسهم. أمنا
أمناء على وحي الله مصدوقون فيما يقال لهم وما يأتيهم عن الله جل وعلا وما يتلقونه عن الله بواسطة الملائكة هم مصدوقون في ذلك لا يكذب عليهم لأن الوحي يأتيهم بواسطة الملك الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام سماه الله أمينا مؤتمنا عند الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين الواسطة بين الرسل وبين الله واسطة أمانة وصدق بخلاف الذين يتلقون عن الشياطين وعن الكهنة وعن المخرفين فإنهم يتلقون عن واسطة كاذبة واسطة ضالة فلا يعتمد على قوله قال تعالى قلهم هل أنبئكم قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل فات أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذب فهذه واسطة الكهان وواسطة الضالين واسطتهم الشياطين أما واسطة الرسل ما بينهم وبين الله فهم الملائكة ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا اتقون الرسل تنزل عليهم ملائكة من الله سبحانه وتعالى والكهان ونحوهم تنزل عليهم شياطين ولذلك صار صفتهم الكذب والتضليل هذا معنى قوله صادقون أي فيما يبلغونه للناس مصدوقون فيما يبلغهم عن الله جل وعلا بواسطة الملائكة فواسطتهم إلى الله واسطة مأمونة موثوقة فما جاءوا به صدق ولهذا قال الشيخ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون بينا هذا وقلنا هذا في بيان الفرق بين الرسل وبين الكهان ونحن فإن الكهان يقولون على الله ما لا يعلمون وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا يقولون على الله إلا ما بلغهم عن الله بواسطة الوحي المنزل الوحي المنزل بواسطة الرسل من الملائكة وكذلك علماء الكلام فإنهم يقولون على الله ما لا يعلمون من جهمية ومعتزلة وأتباعهم يقولون على الله ما لا يعلمون لأنهم لا يتلقون كلامهم ومذهبهم عن الوحي وإنما يتلقون هذا عن قواعدهم المنطقية وعن مشائخهم الذين قلدوهم بغير علم فهم يقولون على الله ما لا يعلمون الكهان والمنجمون والسحرة يقولون على الله ما لا يعلمون علماء الكلام والمنطق الذين استخدموا ذلك كتب العقائد فيما يثبتونه لله وما ينفونه عن الله يعتمدون على المنطق وعلى علم الكلام هؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون هذا المنطق وهذا الكلام والجدل ما أنزل الله فيه إنما هو قواعد قاعدوها لأنفسهم واتخذوها حجة لهم خلاف أهل السنة والجماعة فإنهم بنوا مذهبهم على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصوفية الذين يتلقون عقائدهم ومذهبهم عن مشايخهم عن مشايخ الطرق تلقون ذلك عن مشايخ الطرق يشرعون لهم ويقولون لهم في حق الله ما ينزه الله جل وعلا عنه المتصوف لا يتلقون دينهم عن الرسل وإنما يتلقون دينهم عن مشايخهم مشايخ الطرق وما يقولون لهم ومشايخ الطرق لا يتلقون عن الرسل وإنما يتلقون عن الشياطين مثل الكهان تقريبا لأنهم يقولون إنهم يأخذون دينهم عن الله مباشرة لا بواسطة الرسل يقول رأيت ربي وقال لي كذا وكذا وأمرني بكذا وكذا تجدون هذا في كتب المتصوف أن شيخهم رأى الله وأن الله قال له كذا وكذا وأمره بكذا وكذا هذا موجود في كتبهم ما نقول عليهم من عند أنفسهم موجود في كتبهم يتلقون دينهم عن مشايخهم الضلال ومشايخهم يزعمون أنهم يتلقون عن الله فهم لا يتلقون عن الرسل فهم يقولون على الله ما لا يعلمون إذا الكهان والمتصوفة وعلماء الكلام كل هؤلاء الطوائف لا يأخذون دينهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الكهان عن الشياطين علماء الكلام عن قواعد المنطق التي أسسها لهم أساطينهم وعلماؤهم
فما أثبتته قواعدهم أثبتوه، وما نفته قواعدهم نفوه. حكمون القواعد المنطقة. المتصوفة يتلقون دينهم عن مشايخهم، ومشايخهم يزعمون أنهم يتلقون ذلك عن ربهم، وأنهم ليسوا بحاجة إلى الرسل، الرسل للعوام يقولون، أما نحن الخواص، الخاصة الخاصة، هذا دينهم والعياذ بالله. فهم يقولون على الله ما لا يعلمون، والقول على الله بلا علم هو أشد المحرمات. قال تعالى: قل تعالوا، قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بدأ سبحانه وتعالى بالأخر، فالأخر تدرج إلى الأشد، فأشد المحرمات هو القول على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في أسمائه وفي صفاته وفي شرعه ودينه، تحليله وتحريمه. وكل من قال إن الله أحل كذا وحرم كذا بدون دليل من الكتاب والسنة فقد قال على الله بلا علم، وكل من قال إن الله اتصف بكذا ويسمى بكذا بلا دليل من الكتاب والسنة فإنه قد قال على الله بلا علم، وكل من قال إن الله يتقرب إليه بكذا وكذا من القربات بلا دليل من الكتاب والسنة فقد قال على الله بلا علم وهو مبتدع. إذن فكل هذه الطوائف كلها تقول على الله بلا علم، الكهان والمنجمون، علماء الكلام والمنطق، المتصوفة، المبتدعة، أربع طوائف أو أكثر من هذا، كلهم يقولون على الله بلا علم في شرعه وفي دينه وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والقول على الله بلا علم علمتم مكانته في المحرمات، وأنه أشد المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم منه، والذي قال على الله بدون وحي منه سبحانه افترى عليه الكذب، لأنه تقول على الله ما لم يقل. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذا هو السبب في أنه لا يقال في أسماء الله وصفاته إلا ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لأن الله أعلم بنفسه وبغيره، ولأن رسوله صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام. وأما ما عدا الكتاب والسنة فإنه ضلال وقول على الله بلا علم أيا كان قائله. ولهذا قال سبحانه: فإنه سبحانه أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الله جل وعلا أصدق قيلا. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وقيل أصلها قولا، لما انكسرت القاء قيلا أبدلت الواو ياء فصارت قيلا، ولا أصلها قولا لأن من قال يقول الواو، فلما انكسرت وقعت الواو ساكنة، وقعت الواو ساكنة إثر كسر قلبت ياء فصارت قيلا. وقوله من أصدق من الله قيل أي لا أحد، هذا استفهام معناه النفي، أي لا أحد أصدق من الله، وإذا كان كذلك وجب الاعتماد على قوله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد أصدق منه ولا أحد أعلم منه سبحانه وتعالى. إذا اجتمع العلم والصدق وجب الأخذ بالقول الصادر عن علم وعن، لأن الجاهل لا يؤخذ خبره والكاذب لا يؤخذ خبره، إنما يؤخذ خبر العالم الصادق، وهذا وصف الله جل وعلا، هو أعلم بنفسه وأعلم بكل شيء، وهو أصدق القائلين. اجتمع في قوله سبحانه وتعالى العلم التام والصدق التام، وجب الاعتماد عليه. والصدق معناه مطابقة الخبر للواقع، هذا هو الصدق، مطابقة الخبر للواقع هذا هو الصدق، والكذب مخالفة الخبر للواقع،
إذا خالف الخبر الواقع صار كذبا، إذا وافقه صار صدقا. فقد اجتمع في قوله سبحانه وتعالى العلم التام والصدق التام، فوجب قبوله والاعتماد عليه، لا سيما في هذا الباب، وأسماء الله وصفاته الذي هو أساس العقيدة وأحسن حديثا من خلقه. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. والحديث والقول بمعنى واحد. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث. ويقول سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، هذا القرآن. فكلام الله أحسن القصص وأصدق الحديث وأحسن الحديث. وإذا كان كذلك وجب الاعتماد عليه وترك ما خالفه. ثم قال الشيخ: ولهذا قال سبحانه، يعني لكون الله جل وعلا أصدق حديثا وأحسن حديثا من خلقه، ولكون رسله صادقون مصدوقين، قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات هي ختام سورة الصافات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال الشيخ: فنزه نفسه عما وصفه المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا تفسير من الشيخ رحمه الله لهذه الآية الكريمة. فسبحان ربك، سبحان مصدر أو اسم مصدر من سبح بمعنى نزه. التسبيح معناه التنزيه، التسبيح معناه التنزيه، ولهذا يقول الشيخ: نزه نفسه، نزه، هذا معنى سبحان. سبحان ربك أي تنزيها له سبحانه وتقديسا، فهو موصوف على المصدرية، تقديره أسبح سبحانه. ربك، الرب هو المالك، هو المالك والسيد والمتصرف، له الرب. سبحان ربك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التشريف له صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب التشريف لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. رب العزة عما يصفون، بدل ربي بدل من ربك، وبدل المجرور مجرور، والعزة مضاف إليه. والعزة معناها القوة، القوة والغلبة والمنع، القوة والغلبة والمنع. العزة لله جل وعلا، العزة المطلقة لله جل وعلا، هو العزيز بمعنى القوي وبمعنى المنيع الذي لا يرام سبحانه وتعالى، وبمعنى الجليل بأسمائه وصفاته. العزيز يراد به القوي، ويراد به المنيع، ويراد به الذي لا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. والعزة صفته، العزيز اسمه، والعزة صفته سبحانه وتعالى، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته، إضافة الموصوف إلى صفته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي أنزه الله سبحانه وتعالى عما يصفون. الواو واو الجماعة ترجع إلى من؟ إلى المخالفين للرسل. ولهذا يقول الشيخ: نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. المخالفون للرسل كذبوا على الله سبحانه وتعالى حيث أشركوا به، زعموا أن لهم شريكا، وهذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. زعموا أن له ولدا، زعموا أن له ولدا وهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. زعم في اليهود أن يده مغلولة وأنه فقير إلى غير ذلك. الله نزه نفسه عما وصفوه به من هذه النقائص وغيرها، نزه نفسه عما وصفه به المخالفون له، هذا تنزيه لله. وكذلك هو منزه عما وصفه به الجهمية والمعتزلة
والأشاعرة وسائر من ألحد في أسماء الله وصفاته وقال فيها بلا علم، الله منزه عن مقالاتهم وعن تأويلاتهم وتخيلاتهم، الله منزه عن هذا كله. وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من العلم والنقل، هذا دليل على أن ما قاله المرسلون فهو الحق، ولهذا سلم الله عليه. والسلام مراد به التحية، هي تحية من الله جل وعلا لعباده المرسلين، أو هو السلامة، معنى السلامة السلامة من المحذورات والمكروهات والصفات السيئة الناقصة. فالله سلم المرسلين، سلم عليهم بسلامتهم وسلامة أقوالهم وسلامة صفاتهم وأفعالهم من النقص والعيب. فسلامة أقوالهم في الله عز وجل حيث وصفوا الله بما وصف به نفسه وبلغوا ما أوحاه إليهم بأمانة وصدق، الله سلم عليهم بسلامة ما قالوه وسلم عليهم لأمانتهم وصدقهم وسلم عليهم لأنهم قاموا بما أوجب الله عليهم من عبوديته سبحانه وتعالى ومعرفة حقه سبحانه وتعالى، فهم أكمل الخلق في ذلك. الرسل أكمل الخلق قياما بحق الله سبحانه وتعالى، وأكمل الخلق معرفة بالله جل وعلا، هم أكمل الخلق علما وعملا، ولذلك سلم الله عليهم وسلام على المرسلين. سلم عليهم في ختام السورة على وجه العموم، وسلم على أنواع منهم في ثنايا السورة، سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين، سلم على أفراد منهم بالتفصيل، وسلم على عليهم جميعا في ختام هذه السورة لسلامة ما قالوه من العيب والنقص في حقه سبحانه وتعالى. فلذلك وجب اتباعهم والاعتماد على ما بلغوه عن الله سبحانه وتعالى. ثم ختم السورة بقوله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أي جميع المحامد، جميع المحامد لله جل وعلا، لأنه هو المنعم بجميع النعم. الحمد المطلق لله جل وعلا، وأعظم النعم ما شرعه لعباده وما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هذا هو أعظم النعم التي يستحق أن يحمد عليها سبحانه وتعالى. رب العالمين، عرفنا معنى الرب، وأما العالمين فهو جمع عالم، العالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى يقال له عالم، والعوالم تختلف، عوالم السماوات وعوالم في الأرض وعوالم في البحر وعوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، عوالم ظاهرة وعوالم خفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فهو رب العالمين، فله الربوبية المطلقة، له الربوبية المطلقة والألوهية خلقه أجمعين. والرب والإله إذا اجتمع فسر الرب بأنه المالك الخالق الرازق المحيي المميت، والإله بأنه المعبود المألوه. أما إذا ذكر واحدا منهما، ذكر الرب وحده دخل فيه الإله، أو ذكر الإله وحده دخل فيه الرب، مثل المؤمن والمسلم ومثل الفقير والمسكين. هناك أسماء يقولون إذا اجتمعت افترقت، وإذا انفردت اجتمعت، إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. ومن ذلك الرب والإله، إذا اجتمع صار معنى الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ومعنى الإله المألوه المعبود المستحق للعبادة. وإذا ذكر واحدا منهما دخل به الآخر. فالرب المطلق هو الله جل وعلا رب العالمين، أو تقول الرب سبحانه وتعالى. أما الرب من الخلق فيقيد، يقال رب الدار رب الدابة، ما يقال الرب كذا أو رب العالمين إلا الله جل وعلا. أما الربوبية الجزئية يجوز إطلاقها على المخلوق
الربوبية الجزئية، رب الدار، رب الدافع، رب القلم، رب السيارة، بمعنى صاحبها، بمعنى صاحبها ومالكها. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة، هذه قاعدة في أسماء الله وصفاته، هذه من جملة القواعد في باب الأسماء والصفات، أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، لم يقتصر على الإثبات فقط ولم يقتصر على النفي، وإنما جمع بينهم، فأثبت لنفسه صفات الكمال ونعوت الجلال، ونفى عن نفسه صفات النقص والعيب. جمع فيما وصف أو فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات. وأمثلة هذا ستأتي إن شاء الله، منها ما ذكره الله في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي وفي آيات كثيرة، أنه سبحانه يجمع فيها بين النفي، نفي النقائص والعيوب، والإثبات، إثبات الكمال ونعوت الجلال، مثل قوله سبحانه: الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو هذا نفي، لا إله هذا نفي، الله هذا إثبات، الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا نفي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا إثبات، ولا يحيطون بشيء من علمه هذا نفي إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض هذا إثبات، ولا يعوده حفظهما هذا نفي، وهو العلي العظيم هذا إثبات، قل هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي. وهذه قاعدة مضطردة في الأنوار، أنه يجمع جل وعلا في أسمائه وصفاته بين النفي والإثبات. وإذا استقرأت القرآن الكريم والأحاديث النبوية وجدت كلها على هذه القاعدة، نفي وإثبات، فلا يقتصر على النفي فيها ولا على الإثبات فقط، وإنما يجمع بينهما دائما وأبدا. ثم قال الشيخ رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة. إذا كان الأمر كذلك وهو أن الله جل وعلا هو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وأن رسله صادقون مصدوقون، فإنه لا عدول أي لا ميل، العدول معناه الميل والانحراف، لا عدول لأهل السنة والجماعة. سبق لنا شرح أهل السنة والجماعة والمراد بهم، بخلاف الفرق الضالة فإنها تعدل عن الكتاب والسنة إلى مناهجها، الفرق الضالة دائما وأبدا تعدل أي تميل وتنحرف عن الكتاب والسنة إلى مناهجها ومذاهبها، ولا تعتمد على الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فلا عدول له، ما يريدون بديلا بالكتاب ولا بالسنة، هي منهجهم وهي اعتمادهم وهي طريقهم الذي يسيرون عليه، لا سيما في هذا الباب العظيم الأسماء، وهم المرسلون، جمع مرسل، المرسلون جمع مرسل ورسول، وقد سبق لنا الكلام في الرسالة والرسول وعدد الرسل وعدد الأنبياء وكلام هناك، لا عدول لهم عما جاء به المرسلون. لماذا؟ فإنه الصراط المستقيم، لا يعدلون عنه لأنه هو الصراط المستقيم. الصراط معناه الطريق، هذا هو الصراط في اللغة، الصراط في اللغة معناه الطريق، المستقيم معناه المعتدل بخلاف المعوج. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا امتداد فيه ولا خفاء فيه ولا اشتباء فيه، مستقيم بكل معاني الاستقامة، بخلاف الطرق الأخرى فإنها غير مستقيمة، بل هي منحرفة، طرق منحرفة غير مستقيمة ولا تؤدي إلى نجاة، خلاف الصراط المستقيم فإنه يؤدي من النجاة. والصراط يقولون نوعان: صراط معنوي وصراط حسي. صراط المعنوي
هو منهج الرسل عليه الصلاة والسلام. والصراط الحسي هو الجسر المنصوب على متن جهنم، هذا حسي، صراط حسي يمر الخلائق من فوق يوم القيامة، أحد من السيف وأحر من الجبل، يمر عليه الخلق بحسب أعماله، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. قال تعالى: وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بأصلية وإن منكم إلا واردها. هذا المرور على الصراط. كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في آيهم. قالوا: ولا يسلك على الصراط يوم القيامة إلا من سلك على الصراط في الدنيا. الصراط المعنوي هذا في الدنيا وهو منهج الرسل عليه الصلاة والسلام. الصراط الحسي هذا هو الجسر المنصوب على متن جهنم. لا يسلم ولا يمر على الصراط الحسي يوم القيامة إلا من مر على الصراط المعنوي في الدنيا. لاحظوا هذا، فمن مر على الصراط المعنوي في الدنيا مر على الصراط الحسي يوم القيامة ونجا، ومن سقط من الصراط المعنوي في الدنيا بأن ظل عنه وانحرف عنه فإنه يسقط على الصراط الحسي يوم القيامة، يسقط منه إلى جهنم. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بسؤاله في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط المعنوي وهو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين، لأن من وفق وهدي إلى الصراط المستقيم فإنه ينجو على الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة. وهذا الصراط المستقيم أضافه الله إلى نفسه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما، وأضافه إلى عباده بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إليه. فإضافته إلى نفسه لأنه هو الذي نصبه سبحانه وتعالى وأقامه، وإضافته إلى عباده لأنهم ساروا عليه ونهجوا عليه، ساروا عليه ونهجوا عليه. ولما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، نهى عن غيره من الطرق والمناهج والمذاهب المنحرفة، فقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم لاحظوا أن الله أفرد صراطه وعدد السبل، يعني صراطه واحد لا اختلاف فيه، بخلاف السبل فإنها تختلف باختلاف أصحابها وأهوائهم ومشاربهم، كل واحد له منهج، كل واحد له طريق، كل واحد له جماعة، وكل واحد، فلذلك كثرت السبل، والإنسان يتحير، إذا طلع من الصراط المستقيم فإنه يتحير. مستقيم، الصراط معناه الطريق، هذا هو الصراط في اللغة، صراط في اللغة معناه الطريق، المستقيم معناه المعتدل بخلاف المعوج. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا وجاج فيه ولا خفاء فيه ولا اشتباه فيه، مستقيم بكل معاني الاستقامة، بخلاف الطرق الأخرى فإنها غير مستقيمة بل هي منحرفة، طرق منحرفة غير مستقيمة ولا تؤدي إلى نجاة، خلاف الصراط المستقيم فإنه يؤدي إلى النجاة. والصراط يقولون نوعان: صراط معنوي وصراط حسي. الصراط المعنوي هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. الصراط الحسي هو الجسر المنصوب على متن جهنم، هذا حسي، صراط حسي يمر الخلائق من فوق يوم القيامة، وأحر من الجبل، يمر عليه الخلق بحسب أعماله، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد،
ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يقطف ويلقى في جهنم. قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بواصلية وإن منكم إلا واردها. هذا المرور على كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قالوا: ولا يسلك على الصراط يوم القيامة إلا من سلك على الصراط في الدنيا. قالوا: ولا يسلك على الصراط يوم القيامة إلا من سلك على الصراط في الدنيا. الصراط المعنوي هذا في الدنيا وهو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، والصراط الحسي هذا هو الجسر المنصوب على متن جهنم. لا يسلم ولا يمر على الصراط الحسي يوم القيامة إلا من مر على الصراط المعنوي في الدنيا. لاحظوا هذا، فمن مر على الصراط المعنوي في الدنيا مر على الصراط الحسي يوم القيامة ونجا، ومن سقط من الصراط المعنوي في الدنيا بأن ضل عنه وانحرف عنه فإنه يسقط على الصراط الحسي يوم القيامة، يسقط منه إلى جهنم. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بسؤاله في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط المعنوي وهو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين، لأن من وفق وهدي إلى الصراط المستقيم فإنه ينجو على الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة. وهذا الصراط المستقيم أضافه الله إلى نفسه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، وأضافه إلى عباده في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إليهم. فإضافته إلى نفسه لأنه هو الذي نصبه سبحانه وتعالى وأقامه، وإضافته إلى عباده لأنهم ساروا عليه ونهدوا عليه، ساروا عليه ونهدوا عليه. ولما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، نهى عن غيره من الطرق والمناهج والمذاهب المنحرفة، فقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم لاحظوا أن الله أفرد صراطه وعدد السبل، يعني صراطه واحد لا اختلاف فيه، بخلاف السبل فإنها تختلف باختلاف أصحابها وأهوائهم ومشاربهم، كل واحد له منهج، كل واحد له طريق، كل واحد له جماعة، كل واحد، ولذلك كثرت السبل والإنسان يتحير إذا طلع من الصراط المستقيم فإنه يتحير بين هذه السبل وين يروح. أنت لما تمشي مع الطريق قاصد إلى بلد مثلا، فإن كان هذا الطريق منفردا ما تضيع أبدا، تمسك هذا الطريق لما توصل البلد، لكن إذا صار قدامك طرق كثيرة ولا تروح للبلد إلا تبي، فإنك تتحير أيها تسلك وأيها ما تدري وش اللي يوديك البلد الذي تريد، هذا يبعدك وهذا يردك وهذا ينحرف بك، هذا في الشيء المحسوس، فكيف بالشيء غير المحسوس؟ ولهذا وحد صراطه سبحانه وعدد السبل لأنها لا نهاية لها، وكثرة السبل تضيع السالك، وانفراد السبيل يهدي السالك. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ ذكره الله في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول سار على منهج الكتاب والسنة في هذا الباب وفي غيره، كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، جمع نبي، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق، هم أفضل الخلق، ثم يليهم الصديقون، والصديقون جمع صديق،
والمراد بالصديق المبالغ، الصديق المبالغ بالصدق، المبالغ بالصدق والتصديق، هذا هو الصديق. المبالغ بالصدق مع الله والمبالغ بالتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصديق. المبالغ في الصدق والتصديق، الصدق مع الله بالإخلاص له والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصديق. وقد جاء في الحديث: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فالصديق هو المبالغ في الصدق مع الله والصدق مع الخلق، فهم أعلى طبقات الأمة بعد الأنبياء الصديقون. والشهداء جمع شهيد، الشهداء جمع شهيد، والشهيد هو الذي قتل في المعركة مع الكفار، الذي قتل في المعركة مع الكفار سمي شهيدا لأنه تشهده الملائكة عند موته، تشهده الملائكة عند موته وتتولى جنازته. وسمي شهيدا أيضا لأنه يشهد له بالجنة، لأنه يشهد له بالجنة. وقد قال إن الشهداء على ثلاثة أنواع: شهيد في الدنيا والآخرة، الأول شهيد في الدنيا والآخرة وهو الذي قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار، قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار، فهذا شهيد في الدنيا والآخرة. النوع الثاني شهيد في الآخرة لا في الدنيا، وهم الذين جاء في الأحاديث وصفهم بالشهادة وهم في غير قتال، كالذي يموت في الطاعون، والذي يموت بالهدم والحريق والغرق، الذي يموت في الطاعون والذي يموت في الهدم والحريق والغرق من المؤمنين، والمرأة إذا ماتت في قطنها يعني في ولادتها التي تموت على في ولادتها، هؤلاء شهداء، لكن شهداء في الآخرة. أما في الدنيا فيعاملون معاملة سائر الأموات من التغسيل والتكفين، الصلاة عليهم. أما الشهداء من النوع الأول فإنهم يقتلون في ثيابهم ولا يصلى عليهم ولا يغسلون، يتركون في دمائهم، يتركون في دمائهم، لأن دماءهم شرف لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها لا تستبدل بغيرها لشرفها وفضلها، ولا يصلى عليهم لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال تعالى: ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا من قتل في المعركة مع الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. النوع الثالث شهيد في الدنيا لا في الآخرة، شهيد في الدنيا لا في الآخرة، وهو الذي الغال، الذي غل في سبيل الله، قتل في المعركة مع الكفار لكنه غل في سبيل الله، أخذ من الغنيمة قبل أن تقتل. فهذا وإن قتل في المعركة مع الكفار وقصد جهاد الكفار وإعلاء كلمة الله، لكن لما غل ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وصار شهيدا في الدنيا لا في الآخرة. قال تعالى: وما كان للنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكذلك قاتل نفسه، لو أن إنسانا جرح في المعركة، جرح في المعركة جرحا خطيرا إلا أنه لم يصبر فقتل نفسه كحالة الرجل الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يستحق بها النار والعياذ بالله. فهذا شهيد في الدنيا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا، ولكن في الآخرة لا يكون شهيدا إلا إن غفر الله له وتاب عليه. الحاصل هؤلاء هم الشهداء والصالحون سائر المؤمنين، الصالحون سائر المؤمنين الذين هم دون الصديقين ودون الشهداء، سائر المؤمنين أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه أعلى طبقات الخلق، أعلى طبقات الخلق هذه. فمن أطاع الله ورسوله صار معهم، صار معهم رفيقا لهم. لماذا أخبر الله جل وعلا بذلك؟
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، لأن الذي يطيع الله ورسوله يحصل عليه غربة وشقة، يحصل عليه تعب من الناس ويخالفه الأكثرون، فلا يستوحش من قلة المرافقين، لأن رفقاءه هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فيطمئن الإنسان وإن خالفه الأكثر وإن آذوه وإن ضايقوه ما دام أنه على الحق وعلى منهج الكتاب والسنة فإنه يصبر ولو لم يكن معه أحد، لأن معه أشرف الخلق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلهذا أهل السنة والجماعة لا عدول لهم عما جاء به المرسل، لأنه هو الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى هذه النتائج الطيبة والعواقب الحميدة. لكن هذا يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى صبر ويقين، هذا الصراط والسير عليه والتمسك به يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى صبر وثبات، وهذا فضل الله. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نقول في كل ركعة اهدنا، نطلب منه سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى هذا الصراط، لأنه لا حول للإنسان ولا قوة، وإن عرف وعلم هذا الشيء لكن لا حول له ولا قوة في التوفيق له والسير عليه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهداية الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم، أي قل لنا وأرشدنا وثبتنا على هذا الصراط، وإن خالفه من خالفه فنحن لا نعبأ بالمخالفين ما دمنا على حق وعلى طريق سليم ومنهج مستقيم. نعم نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى علم وإيمان، نحتاج إلى مؤهلات تؤهلنا لسلوك هذا الصراط المستقيم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يثبتنا عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا الإخوان يحرص على أن تقرأ الأسئلة كلها، ويقترح أن يكون لها وقت بعد الصلاة، كما تعلمون بعد الصلاة الناس لهم أشغال وارتباطات لا نستطيع الاستمرار بعد الصلاة، ولكن الأسئلة ما هي الأساس، الأساس الدرس، أما الأسئلة فما أمكن منها أجبنا عليه، وما لم يمكن فليست هي الأساس في الدرس. نعم إنما هي زيادة فعلنا. وأرى أنكم ما تسألون إلا عن المشكلات في الدرس، لأني أشوف يجي مسائل ما هي في الدرس، مسائل فقهية، مسائل من هنا وهناك، كل من عرض لعارض حط السؤال. لا تسألون إلا عن شيء يتعلق بالدرس، أشكل عليكم تريدون بيانه فقط علشان تكون الفائدة للجميع وتصير في محيط الدرس. أما المسائل الأخرى اللي خارج الدرس هذه إمكانكم تسألون عنها المشايخ في أي مكان. نعم هل هم يعرفون، هم يعرفون أن هذا خطأ، إحضار أطفالهم للمسجد وإساءة الأدب في المسجد وإلى الدرس، هم يعرفون أن هذا خطأ، فعليهم أنهم يكفوا أن يكفوا أولادهم عن المسجد ويمنعوهم من هذا الوجيه. القول على الله بلا علم أعم، لأن الشرك هو من القول على الله بلا علم، الشرك داخل القول على الله بلا علم، ولذلك الله جعل القول عليه بلا علم بعد الشرك، لأن الشرك فرد من أفراده. نعم القول على الله بلا علم يعم الشرك وغيره. نعم ما معنى قول أهل العلم يأتي هذا نبي يأتي نوع النفي ونوع الإثبات، إن النفي نفي مجمل والإثبات إثبات مفصل، هذا يبي يأتي إن شاء الله. نعم ما رأيك في قول الله لا يجوز القسم بالله ولا بالملائكة أو بالقدر الله، ولا يجوز القسم بغير الله أو بغير الله؟ القسم إنما يجوز بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته، وعلى الإنسان أن يستعمل الألفاظ المعروفة المألوفة، ما يستعمل الألفاظ التي ما اعتاد الناس الحلف بها، لأن هذا يشوش على الناس، وأطبع الله وكذا، هذا يشوش على الناس ما اعتادوه، وإن كان حقا
لكن الشيء اللي يشوش على الناس علي بن ابي طالب رضي الله عنه يحدث الناس بما يعرفون، تريدون ان يكذب الله ورسوله فاحلف بما هو مشروع وجاهز مما اعتاد الناس بالحلف به، ولا تخرج عن هذا لئلا تشوش على الناس، تحملهم على الكلام في اشياء لا يعلمونها فيقعون في المحذور وانت السبب في هذا. نعم. صادقون فيما يخبرون به، هم ومصدوقون فيما يخبرون به من عن الله سبحانه وتعالى. واما مصدقون هذا لازم الاسم فاعل، هم انفسهم مصدقون بما بلغهم عن الله سبحانه وتعالى. ياتي هذا الكلام في النفي والإثبات سياتي ان شاء الله. نعم. سبب تسمية الواسطية تقدم لكم بسبب أنه كتبها لرجل من أهل واسط، لأنه كتبها لرجل من أهل حماد في الشام، وأما أيهما أسبق ما أدري، لكن الحموية أوسع من الواسطية، وحصل على الشيخ من الامتحان بسببها أكثر مما حصل عليه من الواسط، وحصل عليه امتحان في رسالته، ولكن ما حصل عليه في الحموية والمناظرة عليها أكثر. ما أعرف المنع، أنا ما أعرف المنع، ما هو الذي جاء المنع منه؟ سمي في أسماء الله ورد في الكتاب مثل رؤوف رحيم، وصف للنبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين رؤوف رحيم، وعليم بشروه بغلام عليم وبغلام حليم، هذه من أسماء الله سبحانه، ولكن ليس العليم كالعليم وليس الحليم كالحليم وليس السائل. وقال الله جل وعلا إن قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، يعني الإنسان سميع، الله سميع والإنسان سميع، والله بصير والإنسان بصير، لكن مع الفارق، مع الفارق بين ما لله سبحانه وتعالى وما للمخلوق. والملك أيضا، وقال الملك ومن أسماء الله الملك، لكن ليس الملك كالملك، مع الفارق العظيم بين أسماء الخالق وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاته. لا. صراط واحد كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم، وهو الذي جاء به الرسل ونزلت به الكتب، فهو واحد لا انقسام فيه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، عبادته بما شرع في كل وقت بحسب على في شرائع الرسل. مثلا القبلة كانت في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم نسخت وصارت إلى الكعبة المقدسة. الصلاة إلى بيت المقدس قبل الناس عبادة لله سبحانه، صلاة صحيحة عبادة، والصلاة إلى الكعبة بعدما أمر باستكمالها عبادة، فالله يعبد في كل وقت بما شرعه سبحانه وتعالى. أما بعد النسخ فإن الله لا يعبد بشريعة منسوخة، وإنما يعبد بالشريعة الناسخة. نعم. فالشريعة قبل النسخ هي شريعة الله، والعمل بها عبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما نزل تحويل القبلة كأن بعض الصحابة تخوفوا على الذين ماتوا من المسلمين وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فطمأنهم سبحانه لأن صلاة هؤلاء الذين ماتوا صحيحة وهي إيمان بالله سبحانه وتعالى ومقبولة عند الله. نعم. يطلق على من اتصف بهذا الوصف، وهم يختلفون، الصديقية يختلفون، لكن من بلغ غاية الصدق مع الله والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم والصدق مع الناس أيضا في الحديث والمعاملة فهو صديق، يعني يكون صادقا مع الله في عبادته، صادقا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعه والاهتداء بهديه، صادقا مع الناس في حديثه معهم ومعاملاته معهم لا يعرض عنه كذب،
والناس يتفاوتون في هذا، صديقية كاملة وصديقية دون ذلك. نعم. صالحون هم الأولياء، صالحون هم الأولياء، لا يكونون لا يكونون أولياء إلا إذا كانوا صالحين، كل صالح فهو ولي لله.